يقول السائل: بلغ نصابه من ال... بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، لكن ماله مختلط لأنه كان يتاجر في الدخان، ثم تاب إلى الله وأصبح يتاجر في الفواكه، ثم تذكر أصل ماله، فماذا يفعل؟ وبارك الله فيه. يقدر المال الحرام الذي هو من ثمن الدخان، إن كان يعرف المقدار فيتصدق به، وإن كان لا يعرف المقدار فإنه يقدره باجتهاده ويتصدق بالمبلغ الذي يرى أنه من الدخان، بمعنى أنه يضع في مشاريع أو يعطيه لمحتاجين تخلصا منه مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم.